بس بسبب درجه الحراره العاليه جدا اليومين دول، اعتقد ان في ماس في التكييفات هي اللي قفلت، التكييفات شغاله كتير. تمام، هل في اصابات حدثت؟ الحمد لله ما فيش اي اصابات. التلفيات المبدئيه ده ما اقدرش اقدرها دلوقتي، دلوقتي حاليا في الوقت الحالي ما اقدرش اقدر القيمه الكامله. على بقى كده ما تقعدش تصور كده.